في العاصمة الإيطالية روما في لقاء كبير لاتسو أمام نادي جينوا. البصمة الثانية، الهجمة خطيرة، العرضية، الهدف الأول، الهدف الأول جوا الجول، هدف أول في المباراة، هدف مبكر لأصحاب الأرض، لأصحاب الجمهور، لأصحاب البيت، لأصحاب الدار، لأصحاب الجماهيرية، لأصحاب البطولات، لأصحاب الإنجازات، لأصحاب الزي اللبني، نادي لاتسو. هدف أول مبكر في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول. الله على الهجمة واللمسة، الله على التحرك، الله على الجماعية، الله على العرضية الجميلة من ميروسلاف كلوزا، ومتابعة ولمسة على طول من النجم جوسيب سكولي رقم 7 عشان يسجلها وعشان يهز الشباك هز، عشان يهز الشباك هز النجم جوسيب. نص ملعب، استلام دوران من جوركيرا، لسه جوركيرا لاعب تشيلي، عدى لمسة ممتازة جدا، منتهى الخطورة والهدف جوه الجول، جوه الجول، هدف التعادل، هدف التعادل بقدم رودريجو بالاسيو النجم الأرجنتيني في الهجمة، في اللمسة، في التحرك العنتري بقدم اللاعب جوركيرا اللاعب تشيلي اللي عمل تحرك ممتاز ولعب باصة ممتازة ناحية رودريجو بيراسو اللي عمل انطلاقة وعلى طول يحطها بسن الجزمة حلوة على الشمال الحارس الإيطالي فيدريكو ماركيتي عشان النجم رودريجو بيراسو يسجل الهدف الأول وهدف التعادل في مرمى لاتسيو في الدقيقة 54 من زمن المباراة. في الدقيقة 54 فريق جينوا بيسجل هدف التعادل. هذا هو اللاعب رودريجو بالاسيو الارجنتيني 29 لبس هيمر رقم 14، لمسه وتحديد في نص الملعب، انطلاقه من ثانيه، الهجمه الخطيره السريعه لفريق جينوا، باصه ممتازه، اللمسه حلوه خطيره جدا، عاوز يعدي، عدى، جول، 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 الهدف الثاني، هدف التقدم لفريق جينوا، ياه ياه ياه، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، هجمة خطيرة جدا وممتازة جدا وجماعية غير عادية، أدي الانطلاقة، أدي اللمسة من رودريجو بالاسيو وباصة ممتازة والتحرك الطولي ممتاز من اللاعب السلوفاكي يواري كوكا يحطها على طول في شباك مرمى لاتسيو عشان فريق جينوا يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم في الدقيقة 72 من عمر المباراة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ مفاجأة كبيرة، مفاجأة رهيبة، مفاجأة غير عادية النهاردة.